للمزيد من التحليل حول تداولات الأسواق العالمية معي مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد أهلا وسهلا بك. كل الأنظار متجهة إلى أرقام التضخم في الولايات المتحدة، التضخم من المفترض أن يظهر تراجع لرابع فصل على التوالي. في آخر مرتين رأينا مفاجآت إيجابية أتت الأرقام أقل من التوقعات، بالتالي هل ممكن أن نرى ذلك أيضا برأيك في أرقام يوليو؟ صباحك كلارا، شكرا للاستضافة. لا أعتقد أن يكون هناك مفاجآت سارة بالنسبة لأرقام التضخم، قد تكون الأرقام قريبة من التوقعات عند مستويات 3%. ما يثير القلق بالنسبة للفدرال الأمريكي هو مؤشر الكور سي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي. بكل تأكيد عندما ننظر إلى المعطيات بالنسبة لآخر 12 شهر لارا، هناك استقرار بالنسبة لأرقام التضخم، مما يعطي بأن التخلص من أرقام التضخم قد تكون صعبة بعض الشيء. الثبات بين مستويات 3.7% كأعلى مستويات إلى مستويات 3% كأدنى مستويات يعطي إشارات بأن أرقام التضخم قد تكون مستقرة بعض الشيء، لكن هي خطيرة بالنسبة للفدرال الأمريكي أو تشير إلى مخاطر بأن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة في الأسواق. لذلك أي قراءة عن مستويات 3% أو قريبة من مستويات 3% على ما أعتقد الأسواق قد تأخذها بأنها إشارات بأن الفدرال الأمريكي قد يكون تخفيفي أو قد يكون تسهيلي أقل مما كانت تتوقعه الأسواق في الفترة الماضية. لذلك أميل إلى ولا زلت أميل إلى أن سبتمبر قد يكون 25 نقطة أساس، وأن لا يكون هناك تخفيضات متتالية متسارعة بالنسبة للفدرالي في الفترة القادمة. قد نصل في ديسمبر إلى 25 نقطة أساس لو جاءت الأرقام أيضا جيدة بالنسبة للفدرالي الأمريكي، لكن أعتقد بأنه وصولا إلى عدة تخفيضات بالنسبة للفدرالية، الفدرالي الأمريكي يحتاج أرقام اقتصادية أقوى في الفترة الماضية، استقرار أقوى، إشارات أقوى في التباطؤ بالنسبة للتضخم. الحاجة التي أشار إليها الفدرالي الأمريكي جيروم باول في الفترة الماضية بأن هناك مخاطر بالنسبة لأسواق العمل ومخاطر لاستقرار الأسعار، إشارات واضحة بأن استقرار الأسعار لم يصل إلى الأرقام التي يحتاجها الفدرالي الأمريكي للتوجه في سلسلة لتخفيض أسعار الفائدة بشكل متتالي. لارا، لو افترضنا الأرقام كان فيها مفاجآت سلبية، أرقام التضخم، هل تتوقع اضطرابات قوية في الأسواق؟ نعم أميل إلى ذلك لارا، خاصة بأنه الأسواق حتى الآن تعيش حالة عدم يقين. يعني في الفترة الماضية سعرنا 50 نقطة أساس، ثم سعرت الأسواق طوارئ، حالة طوارئ بالنسبة للفدرال الأمريكي أو اجتماع طوارئ، ثم سعرت عمليات تخفيض أسعار فائدة بشكل متتالي بشكل أسرع. فبالتالي أي إشارة أو أي رقم سلبي بالنسبة للتضخم سيمحي على ما أعتقد فكرة 50 نقطة أساس جذريا بالنسبة لشهر سبتمبر، خاصة بأنه اقتربنا من شهر سبتمبر. يعني أسواق العمل ليس لديها أرقام كثيرة، التضخم ليس أرقام كثيرة، يمكن جاكسون هول هو الذي يحتاجه الفدرالي الأمريكي لمحاولة تهدئة الأسواق. فبالتالي أعتقد بأنه أي قراءة سلبية نعم سوف تكون ضاغط سلبي على الأرقام على الأسواق في الفترة القادمة لحين وصول الفدرالي الأمريكي في جاكسون هول لمحاولة امتصاص الأسواق في الفترة القادمة. دعني أنتقل أحمد إلى البنك المركزي الأوروبي. استطلاع لبلومبرغ، خلاصة الاستطلاع أنه الاقتصاديين عم بيتوقعوا 6 مرات خفض في أسعار الفائدة من الآن حتى نهاية العام 2025 من قبل البنك المركزي الأوروبي. إلى أي مدى تتفقون مع هذه التوقعات والتقديرات، وإلى أي مدى سوف تكون مرتبطة بخطوة الفيدرالي برأيك؟ يمكن لارا على ما أعتقد هو تفاؤل يمكن كبير جدا أو حتى تفاؤل عدواني بالنسبة للأسواق في تخفيضات أسعار فائدة حتى عام 2025. لو نظرنا إلى توقعات للبنك المركزي بالنسبة لحالة التضخم، هناك إشارات إلى أن إمكانية ارتفاع لأرقام التضخم. فبالتالي لا أعتقد أن بنك أوروبا قد يتجه إلى تخفيضات متتالية إلا في حالة تراجعات أرقام النمو الاقتصادي بشكل كبير جدا. عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي في الفترة الماضية هو مسطح قريب 0% بالنسبة لقراءات الاتحاد الأوروبي، حتى ألمانيا هنا قراءات سلبية بالنسبة للنمو الاقتصادي. فبالتالي إذا ما نظرنا إلى الأرقام أو تخفيضات أسعار الفائدة من حالة الانتصار على التضخم على ما أعتقد هي متفائلة ومبالغة فيها في التفاؤل. لا أميل إلى 6 تخفيضات أسعار فائدة. يمكن لو تفائلت مع البنك المركزي في البنك المركزي الأوروبي في عام 2024 على ما أعتقد قد يكون هناك تخفيض واحد فقط، فلا أعتقد أن هناك سوف يكون هناك 5 تخفيضات في عام 2025. بالتالي الأرقام الاقتصادية في حالة
ضبابية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فلا أعتقد أن يكون هناك دفع بشكل كبير لتخفيضات، خاصة أنه تضخم 2.6% أعطانا تيك أعلى من القراءة السابقة، آخر ثلاث قراءات 2.6 2.5 2.6، فبالتالي قراءات التضخم على ما أعتقد لا تزال خطيرة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. من ناحية تقمص شخصية الفيدرال الأمريكي والتوجه، أعتقد أن البنك المركزي قد يكون هو القائد حاليا بالنسبة للتوجه، قد لا يتمسك بزمام الأمور في الفترة القادمة والتوجه بتخفيضات أسعار فائدة أكبر، لذلك أميل إلى تخفيض واحد في عام 2024. في 25 أعتقد أن هناك 2 تخفيضات لأسعار فائدة أو 3 تخفيضات أسعار فائدة على أبعد تقدير في الفترة القادمة. شكرا لك أحمد عزام، محلل المالي الأول في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.